السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب بيت باي بيت للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2024 الوحدة الأولى صفحة 13. السؤال الأول: طارق often won running races at school. فاز طارق غالبا في مسابقات الجري في المدرسة. But we all knew he was a بس احنا عارفين ان هو ايه، ان هو كان ايه. He didn't follow the correct route and didn't run as far as other students. هو لم يتبع الطريق الصحيح ولم يجري بعيدا أكثر من الطلاب الآخرين. يبقى هو كان معروف إن هو غشاش، يبقى تشيت الإجابة لتر إيه. السؤال الثاني: In the last email from my cousin in India، في آخر إيميل من ابن عمي في الهند. His base says that some of India's roads are the most dangerous in the world. يبقى في الإيميل الأخير من ابن عمي في الهند، هو أعلن إن طرق الهند هي أخطر طرق أو أكثر الطرق خطرا في العالم. يبقى كده أعلن claimed. الإجابة letter C. السؤال الثالث: I was pleased to read that 52% of people in the world are under 30 years old. أنا كنت إيه ليه من قراءة إن 52% من الناس في العالم أو من البشر في العالم هم أقل من 30 سنة. يبقى كنت مصدوم شوكت. الإجابة لترديد. السؤال الرابع: The police have closed the train station because there has been a rain. قامت الشرطة بإغلاق محطة القطار لأنه كان يوجد حادث طارئ. يبقى incident. الإجابة لتر بي. السؤال الخامس: People space while the firefighters helped the family from the fire. Thankfully everyone was safe. الناس أثناء ما كان رجال الحرائق يساعدون الأسرة من الحريق، الحمد لله كل واحد كان، الحمد لله إن كلهم تم إنقاذهم. يبقى كل الناس كانت تنتظر بفارغ الصبر. يبقى waited with bated breath. الإجابة لترديد. السؤال السادس: The family picnic was space when there was a sandstorm and everyone had to wait inside. نزهة العائلة حصل لها إيه لما كانت في عاصفة من الرمال وكل واحد كان لازم عليه إن هو يقعد في الداخل، يقعد في البيت ما يخرجش. يبقى تمت إفسادها. يبقى روند. الإجابة لتر سي، بسبب العاصفة الرملية. السؤال السابع: Publishing companies suffer a lot from space. It's really a crime. الشركات النشر بتعاني من كثير من ايه؟ انه شيء جريمة، انه جريمة. هذا يبقى piracy اللي هو القرصنة. الاجابة letter A. السؤال الثامن: A space newspaper has small pages and large photos. هي عبارة عن صفحات صغيرة من الجرائد وصور كبيرة. يبقى كده هي tabloid، جريدة شعبية. الاجابة letter C. السؤال التاسع: The accident is based despite the carefulness of the driver as there was a sudden leak in the brake oil. الحادثة حصل إيه بالرغم من الحرص الشديد من القائد بسبب كان في تسريب من الغاز. يبقى حدثت، يبقى هنا بالرغم، يبقى caused، لا occurred، لأن caused محتاج حرف جر، إنما occurred حدث. الإجابة letter C. caused بسبب، بسبب كذا، بسبب شيء يعني، انما كارت حدثت. يبقى الاجابه لترسيب. بعد كده السؤال العاشر: The factory had collapsed. So the lawyer's space, the insurance company pay the legal compensation. هنا انهار المصنع، المصنع انهار، لذلك المحامين طلبوا من شركة التأمين ان هي تقوم بعمل تعويض. يبقى demanded. الإجابة letter B. بعد كده السؤال 11: The police officers ضباط الشرطة are space the cause of crime to arrest the criminal. عملوا في إيه؟ في أسباب الجريمة لكي يقبضوا على المجرم. investigating، قاموا بالتحقيق. الإجابة letter D. بعد كده السؤال 12: Unfortunately، لسوء الحظ، the collapse of the house has caused tens of space and a lot of injuries.
الانهيار المنزل تسبب في عشرات الايه اند وبعض من الجرحى او كثير من الجرحى، يبقى تسبب في كثير من الضحايا casualties. الاجابه لتر سي. السؤال 13: The captain said that a strong wind space the ship so that both its front and back hit the sides of the canal. الكابتن قال إن كان في رياح قوية قامت بعمل إيه في السفينة وخبطت ظهرها اللي هي جوانبها أو مقدمتها وخلفيتها بجوانب القناة، يبقى كده قامت بلف السفينة spawn. الإجابة للتر دي أو أدارت السفينة. السؤال ال 14: Space is one of is one the behaviors that you must stop practicing. هي واحد من السلوكيات التي يجب عليك أن تتوقف عنها، يبقى كده الغش cheating. cheating اللي هي الإجابة letter C cheating اللي هو الغش.